النبي عليه الصلاة والسلام شبهنا بالقوارير. القارورة يعني بالجوهرة. الجوهرة وين؟ يعني مثلا إذا واحد يريد يحتفظ بها يحتفظها بأثمن صندوق وبأثمن يعني شيء وتغلي فيه حتى لا يصيبها التراب والشعب. المرأة كذلك. اليوم فكرت انه انا بسبب كلام الناس او انتقادات او حكي انه انا لازم اقعد في البيت او مثلا لازم ابطل هذا الشيء، لا، انا كل ما يجيني انتقاد لا، انا اصر ولازم اكون اقوى، واللي يحكي ما يفرق وياي. الأطفال يعني أمي ترسخ يعني بالنا بأنه المرأة المسلمة لازم تلبس خمار على رأسها، يعني عندنا كل عيب مثلا يعني ما المحدث بدون غطاء فوق رأسها، من يشوفون محدث لابسة نقاب يصيحوا عليها داعشية، يعني إيش صارت فكرة سيئة على أم النقاب، مع العلم أم البنطلون ما يقول عليها داعشية، هو يا الداعش بالموضوع، أم النقاب لأم البنطلون تجيب لنا هاي الأخلاق السيئة. أمي تشجعني دائما إنه أكون، تحب تكون البنية قوية، كيك بوكسينج أو هيك، دائما تقول صرت قوية، صرت قد المسؤولية، يعني أنا أمي دائما كانت تشجعني بهذا الشيء، أبد ما صار عدم تقبل من عندهم. أنا أدفع خطوط كويسة مثلا أو أريد الشيء أجيبه، يعني ما أحب أطبخ. شلون يعني هنا بالجامعة يعني مرشدة، فيجون يقولوا مثلا هيك تعرضت، أنا هيك زوجي هيني، قلت لها أنت شنو المهم؟ أكو سبب من المرأة تلاشي يعني دائما تنق ورا. أقول أنت من شوفي عصبي عوفي وتركي ورا فد خمس دقائق لحد ما يهدى، تعاي وواجهي. كيك بوكسينج مو بس يعني للدفاع عن نفسي أو الحديد أو الكروسفيت أو أي رياضة، أكو مرات إنه ناس تعرضن إلا إنه طاقة سلبية، مش طاقة تطلعيها، هاي طاقة سلبية مثلا ضغط شغل أو ضغط أي ضغط تعرضي له، إنه نطور هذا الشيء، إنه نكون إنه مثل أو يشوفون قدامهم إنه أكو بنات يتمرنن، أكو بنات يشتغلن، أكو بنات يدرسن، لا عيب ولا حرام. صراحة أنا من أشوف الوحدة بدون حجاب أو قهر، والله يعني حتى أريد هيك أبكي، وأدعي لهم رب العالمين إن شاء الله يعني الله يهديهم. المنقبة ماخذة كل الحرية بمشيتها، بضحكتها، بسوالفها، بمشيتها، بكل شيء، يعني ما حد ما بطبعها، هي تباوع بس مو حد ما يباوعها. يعني ساني أشوفك بس أنت ما تشوفيني، ويتمنون أن يشوفون شكو جوا النقاب، صح لو لا؟ زين وما أشوف يعني هاي أي ضغوطات عنهم. يعني مثلا انه متحرره زياده عن اللزوم، انه تشتغلين بعدين تتمرنين بجيم او هواي حكي، بس هاي بالتدريج انه لا، الناس قامت تتقبل هذا الشيء، لا انا هاي حياتي، يعني حياتي الطبيعيه اللي اي بشر ممكن